استغل وجود حضرتك معانا عبر الهاتف سيادة السفيرة واسأل حضرتك عن استغلال خالص. اسأل حضرتك عن العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام في هذا التوقيت، طبعا في ظل ما نعاني مع من العلاقات المتوترة مع أثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة. يعني هو أنا دايما معلش أنا أسف هذا السؤال بيستفزني شوية، لأنه العلاقات أولا أفريقيا ليست دولة علشان خاطر نتكلم على علاقات مصرية، مصر دولة صحيح مع كل القارة الأفريقية، وثانيا إحنا عمرنا ما كان عندنا مشاكل مع أي دولة أفريقية، يعني ما عدا طبعا الموضوع بتاع سد النهضة اللي احنا اللي حضرتك أشارتي إليه. صحيح. لكن بصفة عامة احنا علاقاتنا دايما علاقات جيدة من مطلع التاريخ. حقيقي. احنا أول دولة أفريقية موجودة في هذه القارة، وعلاقاتنا ممتدة امتدادات تاريخية وجغرافية وتنموية. نعم. وطول السنوات الماضية كان لينا باع في تقديم الخبرة المصرية من خلال خبراء مصريين منتشرين في أنحاء القارة. فلا طبعا العلاقات المصرية الأفريقية علاقات جيدة. صحيح. ولا يمكن أن تكون إلا أن تكون علاقات جيدة. صحيح. إحنا مش من الدول اللي هي لا بتعتدي على جيرانها ولا بتقوم بأي أعمال معادية، يعني رغم التعنت اللي بنشوفه من أثيوبيا بشكل خاص. ده الوضعية بتاعت الموضوع بتاع السد دي وضعية خاصة. صحيح. ويعني احنا طبعا ما زلنا حتى السيد الرئيس لسه مطلع تصريح وبيقول النهج بتاع المفاوضات السلمية، يعني متمسك حتى الآن بالرغم من كل هذا التعنت. حقيقي. وبالرغم من الاعتداءات الأثيوبية على السودان، الاعتداءات العسكرية وغيرها، إلا أنه متمسك بالنهج السلمي. صحيح. ده بيدي مؤشر الدولة المصرية كيف تفكر. حقيقي. أنا أسقلت على حضرتك، بشكرك جدا سيادة السفيرة. أهلا بيك. شكرا لحضرتك جدا سيادة السفيرة منى عمر. صباح الفل على حضرتك سيادة السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معانا.